السيد فؤاد حسين قال إن الاحتياطي النقدي للعراق بلغ أو وصل إلى أكثر من 100 مليار دولار والعملة العراقية هي قوية. لربما هذا الكلام يرجعنا قليلا إلى الوراء لنتذكر تصريح لرئيس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني عندما قال الدينار أقوى. هكذا تصريحات، هل هي تأكيدات على أن الدينار العراقي مقبل على الاستقرار في قادم الأيام؟ أنا أعتقد أنه إذا ما تمسك العراق أولا بهذا النظام وابتعد البنك المركزي سيدتي عن الضغوط السياسية وأيضا فيما يرتبط بإمكانيات الحكومة بالحفاظ على القدرة الشرائية بالنسبة لشرائح الشعب العراقي، بالإضافة إلى الدفع بحزمة إجراءات يمكن من خلالها أن نجد استقرارا في قيمة الدينار العراقي. لكن إذا ما استمر الضغط الخارجي مع وجود تخادم داخلي في تهريب العملة العراقية، طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم وجود خطة لخفض الأسعار، أسعار المواد بكل عناوينها، أنا أتصور بأن الدينار العراقي قد يستمر في حالة تذبذب. المشكلة لا تكمن بهذا التراكم الذي أشرت إليه سيدتي، بقدر ما يرتبط بمقدار يعني القدرة على ضبط هذه القيمة. وأتصور بأنه إذا ما أقدم البنك المركزي العراقي على ضخ أموال، بالنهاية قد نكون أمام عملية تضخم كبيرة، وهذا أيضا قد يؤثر بما لا يقبل الشك على قيمة الدينار العراقي. إذن نحن الآن أمام مرحلة كيفية الحفاظ على قيمة الدينار العراقي والعودة به إلى طبيعة سعر صرف الدولار وفق يعني تسعيرة البنك المركزي العراقي.